سيدي العزيز، أولا نحن نتمنى الموفقية للجميع. اليوم المتقدم على الامتحان الخارجي، نظام الامتحان الخارجي هو هذا، أنه الطالب يهيئ له فرصة على أن يؤدي امتحان، يشترك بالامتحان. طيب. يؤدي امتحان تمهيدي، بعد الامتحان التمهيدي إذا أهل يؤهل إلى أن يؤدي امتحان وزاري. صح. صح. هذا هو نظام الامتحان الخارجي. نعم. هذا هو نظامه. يعني هذا النظام غير، حتى أقول لك بما يخص حتى سنوات الانتظار. أي نعم. هذا قرار دولة وليس قرار وزارة التربية. أنت تشوف هذا القرار منطقي أستاذ حيدر؟ أنا ما لا لا هسا أنا ما أشوف إذا منطقي أو إذا مو منطقي. زين. أنا تقول لي أنت تسألني سؤال للتوضيح. أي. أنا أوضح لك هذا الموضوع. يعني هذا قرار دولة، هذا مو قرار وزارة. قبل فترة هذا بنظام الدولة. نعم. الامتحان الخارجي بنظام الدولة مو بنظام وزارة التربية. جيد. قبل فترة أيضا حتى أكون يعني أطلعك على هذا الموضوع. جيد. كان هناك من ذوي الأعمار الكبيرة، من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأعمار الكبيرة. جيد. طلبوا هذا الموضوع، وكان أيضا هناك موافقة دولة رئيس الوزراء، لكن أنه بقانون الدولة يجب أن يغير قانون الدولة. جيد. حتى يتم تغيير هذه القوانين. طيب. ويشمل المتقدم على الامتحان. طيب. الخارجي. يعني هو حتى للأمانة هو ما يسمى طالب. أي يسمى. نعم. متقدم على الامتحان الخارجي. جيد.